السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة يا بنات هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. مش هنتكلم النهاردة عن أكلة ولا عن وصفة ولا عن أي حاجة تخص المطبخ. الفيديو بتاعنا النهاردة عشان نتكلم عن ايه؟ عن قلة المشاهدة وقلة المساعدة برضه وعدم الدعم من القنوات الكبيرة. دايما بنحاول نتواصل معاكم عشان تساعدونا، ولكن للأسف بتدونا ظهركم وبتنفوا وجودنا أصلا. السؤال بقى هنا، ليه مش عايزين تساعدونا؟ ايه انتم شايفين اننا ما نستاهلش منكم المساعدة، ولا شايفين اننا مش بنتعب على القنوات بتاعتنا؟ والله احنا بنشوف العذاب لما بنعمل فيديو عن أكلة بتاخد مننا حوالي 2 أو 3 ساعات في المطبخ. يعني وقتنا مثلا لما بنيجي نعمل وصفة بتاخد مننا حوالي 2 أو 3 ساعات، وطبعا كل القنوات، قنوات الطبخ، عارفة الكلام ده. وبنختصر الموضوع كله في 5 أو 10 دقايق يا بنات. طيب يعني شوف، اما نقعد 3 ساعات أو 2 ساعات في المطبخ ونختصر الموضوع كله ونختصر الفيديو 5 أو 10 دقايق، وبرضه في الاخر مفيش مشاهدة. يعني اللي بيدخل يشوف الفيديو فيديو بسيط جدا 5 أو 10 دقايق، مفيش مشاهدة. يعني احنا بندخل نجامل بعض بيه يا بنات، بلايك وتعليق وخلاص. يعني شوفي احنا اختصرنا الفيديو، قلنا من 2 3 ساعات تصوير وتعب في المطبخ، اختصرناه في 5 دقايق عشان مشاهدة. وفي الاخر برضو بنضحك على بعض بإيه يا بنات، بندخل نعمل تعليق ولايك وخلاص، وبرضو ما فيش مشاهدة. هما الحكاية كلها 5 دقايق أو 10 دقايق وبرضو ما فيش مشاهدة. يبقى احنا ما نستاهلش المساعدة من القنوات الكبيرة. رسالتي بقى طبعا للقنوات الكبيرة، فضلا وليس امرا، على قد ما تقدروا تحاولوا تساعدوا القنوات الصغيرة. طبعا كلكم اكتركم قنوات طبخ ومقدرة وعارفة طبعا احنا بنتعب قد ايه في المطبخ، وبنتعب قد ايه على ما بنجهز الفيديو. فلو ساعدتوا القنوات الصغيرة والله مش هينقص من رزقكم اي حاجة، ده بالعكس. لو ساعدت قناة ربنا هيكرمك بتضاعف في ميزان حسناتك. محدش هياخد مشتركين من عندك، ولا حد هياخد من رزقك اي حاجة، انتوا مجرد هتساعدونا بس. دي رسالة مني لكم، لكل قناة كبيرة تشوف الفيديو، فضلا وليس امرا. حاولوا ان انتوا تساعدونا وتساعدوا القنوات الصغيرة. يعني مثلا يا بنات، انا عندي مثلا عندي 1000، حوالي 1500 مشترك، ما فيش غير 20 أو 30 أقصى حاجة اللي بيدخلوا مثلا عند ما أكون منزلة فيديو يعلقهم، وما فيش مشاهدة. يعني أكترهم تعليق ولايك وخلاص، ما فيش مشاهدة يا بنات. ليه يا بنات؟ طيب أنا فاتحة القناة بتاعتي من 6 شهور، عندي دلوقتي يا بنات 400 ساعة، 400 ساعة مشاهدة. طيب كمان 6 شهور مثلا هيبقى عندي 800 ساعة مشاهدة في سنة. يعني انا بقالي 6 شهور، قولوا كمان 6 شهور مثلا، قولوا هجبت كمان 400 ساعة مشاهدة على المشاهدة الجميلة بتاعتنا، يعني اللي احنا بنتكلم عنها، هيبقى معايا 800 ساعة مشاهدة. 800 في سنة. طيب فما بالكوا بقى اما احب اوصل ل4000 ساعة مشاهدة، بدي بقى كام سنة يا بنات؟ الموضوع صعب جدا والله العظيم يا بنات. اما بقى القنوات الصغيرة، ليه يا بنات ما بنحاولش احنا بقى نساعد بعض ببعض على قد احنا ما نقدر كده، نساعد بعض ونشاهد لبعض، لان المشاهدات ضعيفة جدا جدا يا بنات، وايد لوحدها ما تسقفش. عشان نوصل لازم نساعد بعض ببعض ونشاهد يا بنات بأمانة، يعني نشاهد لبعض بأمانة وبصدق عشان ربنا يكرمنا ونوصل. يعني الموضوع محتاج شوية صدق في المشاهدة وشوية أمانة، يعني احنا نشاهد لبعض وندخل عند بعض، ما ندخلش نجامل بعض يا بنات بالتعليقات واللايك ونطلع. لا، الموضوع محتاج مشاهدة بجد عشان ربنا يكرمنا.
لان احنا بنتعب يا بنات، والله بنتعب جامد، بنتعب في تحضير الوصفة وفي التصوير، وعما الوصفة بتجهز معانا، وبعد كده برضو بنرجع ونلف وندور ان الفيديو عايز يتمنتج، وبعد كده نحمله، وبعد كده عايز ينزل. الموضوع صعب يا بنات، والموضوع مش هين. وبصوا، ما اقول لكم من الاخر، الحمد لله على كل حال، واللي ربنا عايزه هيكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.